السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أستاذ لاباس عليك. الله يطول عمرك للا. أنا فرحانة بزاف من هضرت معك اليوم. الله ينورك بنور الله. الله يحفظك ويرحمك يا رب. أستاذ أنا بغيت نحكي لك على واحد الحكاية ديالتي. الله يخليك وكنترجاك. أنا كنتمنى من عندك كنتمنى تساعدني بزاف. يا ربي يا كريم. أنا كنعاني أستاذ من وسواس القهر. لا إله إلا الله. ملي كانت عندي 19 عام. الله يشافيك ويعافيك يا رب. وما ما دوشت ما والو. كنت نتبع عند الطبيب. ايه تبعت شي شهرين بحال هكاك وجاني الدواء غالي داكشي صافي وحبست. ولكن كان عاني بزاف عندي جوج بنيتات. لا اله الا الله. دي بنيته كبيره وعندي صغيره وكان خاف بزاف أستاذ. ما كان قدرش نجذب بوحدي. ما كان في النهار ما كيكون عندي حتى حاجة عادية. ولكن بالليلة أستاذ كيجيني واحد الخوف. ما كان قدر نعس. ما كان قدر. لا حول ولا قوة إلا بالله. وكان سمت لكم وكان جرب النمرة ديالكم شحال شحال. يا الله شدت لي. يا أسمع حبا بنتي. يا ربي الله يشفيك ويعافيك. كنت منك تساعدني أستاذ. يا ربي لله خديجة. يا ربي كنت عايشك واحد العادة. بس واحد العادة ما نقول لك يا أستاذ. اللي كانت عندي 19 عام قلت الولدة الأولى ديالتي وماتت ليا البنيته وجاني الاكتئاب من موراها. جاني الاكتئاب وما كنتش عارفة ما كنتش عارفة راه اكتئاب. لا إله إلا الله. طورت داك الشيء ديالتي وكنحكي لعائلتي وداك الشيء كيقولوا لي غير معليش الشيطان ما كيأمنوش بهذا الشيء بل ما كيفهمونيش أستاذ. حتى واحد ما كيفهمنيش. لا حول ولا قوة إلا بالله. المرأة مريضة راه شنو كيقرا ليا كيقولوا لا معليش الشيطان الشيطان اللي يركب الشيطان. ولكن أنا كنعاني بزاف بوحدي. حتى واحد ما حس بيا من غير الله. وهذا الشيء ما عمرني عاودت لحتى واحد. كنعاود لعائلتي ما فهمتنيش صافي. شي كنخليه بيني وبين راسي كنتعذب بالليل في الصباح كنوض ما فيا حتى حاجة. غير كيجي الليل عاود ثاني أستاذها بحال الظلام غير كيسلم غور الظلام كيطيح ليا في قلبي. وما كان زعما كنحاول ما نبينش لبناتي وداك الشيء. ولكن كنتعصب مرات كنتعصب عليهم بعض مرات. الله يفرج عليك بنتي. الله يفرج عليك. لا حول ولا قوه الا بالله. الله يقول لك ولي ونصير يا رب. كنخاف كنخاف بزاف وكنخاف لا ندير شي حاجه لبناتي ولا شي حاجه في راسي. وبنتي كبيره عندها 16 عام والصغيره عندها 9 سنين. لا اله الا الله. حتى هما كنحس بهم معصبين. الله يفرج عليك بنتي. الله يفرج عليك يا رب. أمين أستاذ. الله يشافيك. كنتمنى تساعدني. كنتمنى تساعدني يا أستاذ ولا شي واحد. واخا بنتي بإذن الله. بغيت نتبع. بغيت زعما حيت كنت أنا تبعت شحال هادي شي 8 سنين دابا تبعت. حيت كنت ساكنة في المدينة ملي جاوني واحد الظروف وخرجت دابا العروبية للإقليم قررنا فيها ساكنة غير في العروبية. أش تبعت يا بنتي؟ تبعت عن اختصاصي الثاني. أييه وعطاك شي أدوية؟ عطاني الأدوية ديك الساعات ملي كنت في المدينة. عطاني الأدوية وتبعت. ولكن ما الدواء ما كان نديروش حيت ما كيكونش عندي باش نشريه. لا إله إلا الله. من بعد صافي قطعت. وملي جيت لهنا العربية ما لقيتش باش أستاذ. ما رجلي خدامة راه لقيت الحال غير بناي. دابا راه ما كاينش كيخرج للمدينة وأنا في العربية غير ما بناتي وأختي ساكنة معايا. ولكن أختي دابا غتمشي بحال هذا وكنخاف بزاف نبقى بوحدي كنخاف. الله معك. الله معك يا رب. النهار حتى النهار أستاذ ما كتكون عندي حتى حاجة عادية عادية. فكنفكر داكشي اللي كيطرى لي في الليل. كنقول علاش أنا هادشي في الليل علاش أنا ما كنتيقش راسي. داكشي اللي كيطرى لي في الليل والنهار عادي. ولكن بالليل ما كنقدرش. كينعسو بناتي وأنا كنجلس حداهم وكنشوف فيهم. لا حول ولا قوة إلا بالله. الله يفرج عليك بنتي. مانيش حتى حيت أنا معذبة. الله يفرج عليك. الله يفرج عليك.
لا حول ولا قوة إلا بالله. أختنا خديجة يبدو بأنها من المعذبات في الأرض. وللتعليق على حالتها، الأمراض النفسية هي شقان. كاين واحد المرض نفسي اللي هو اكتئاب، هو قلق، هو توتر، هو ضغوطات نفسية، هو تراكمات على الماضي. هذه كلها أمراض علمية ممكن العلم اللي هو علم النفس يكتشفها ويضع الأصبع عليها ويعطي الدواء المناسب. لكن هناك أمراض أخرى هي لا تبدو أنها أمراض نفسية تخضع للعلم، هي أمراض روحية. وكيف نميز بينها وبين الأخرى؟ الأمراض النفسية عادة تظهر بالنهار، تظهر مع وسط النهار، في العشي، في أي وقت. لكن الأمراض الروحية تختفي بالنهار وتبرز بقوة في المساء. إذا شفنا المرض النفسي بالنهار كيكون إنسان عادي، وبالليل عاد كيهجم عليه، كنقولوا هذا مرض ليس نفسيا، هذا مرض روحي. وسببه هو تسلط أرواح خبيثة. هناك أرواح خبيثة تتسلط على الإنسان، كل كيجي كمس كيشعر به في جسمه، يمسه في بطنه، في رحمه، في صدره، في كتفيه، في ركبه، هذا كيتسمى مس شيطاني. وكل كيجي عبارة عن خواطر ذهنية، ليس هناك مس، لا يمسه، كيهجم عليه عن طريق الخواطر وعن طريق أفكار وعن طريق تخمينات، وكلها سلبية ومخيفة ومدمرة. وهذا سماه القرآن الكريم بالوسواس في قوله تعالى: قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. هذا الوسواس قد يكون قارنك، لأن كل واحد منا عنده قارنه، فقارنك يكون معك من اللي يتولد الإنسان في نفس الدقيقة، في نفس الجزء من الثانية يولد معه قارين من الجن، فيكون قارنه كيكون معه وكيكبر معه، كيأكل معه ويشرب معه وينعس معه ويمشي معه ويدير معه كل شيء، كيبقى معه إلى أن يتوفى، عاد كيرجع إلى عالمه. وهذا مصداق لقول الله تعالى: وقال قارينه ربنا ما أطعيته ولكن كان في ضلال بعيد. ومصداق لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري أنه التقى شيطانان، أحدهما قوي ونظيف ويبدو أنه على خير، والثاني نحيل ومنتن رائحته ويبدو أنه على سوء. فقال: ماذا أصابك؟ قال: أنا قاريني رجل مؤمن، إذا أكل سم الله فلا أكل معه، وإذا شرب سم الله فلا أشرب معه، وإذا استحم سم الله فلا أستحم معه، وإذا جامع سم الله فلا أجامع معه، فأنا على حالي هذه ضعيف ونحيل، لا أستطيع أن أؤثر فيه. كيقول: أعود بالشيطان الرجيم، كندوب. قال لي: وأنت؟ قال لي: أنا وقارني لا يذكر الله فأكل معه، إذا شرب لم يسمي الله فأشرب معه، إذا استحم لم يسمي الله فأستحم معه، إذا جامع لم يسمي الله فأستحم معه، فأنا أديره كيف أشاء. هذا القارين القوي. فالعامل الأول كيكون قارين، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: يا رسول الله، وقارنك أنت؟ قال: أنا لي قرين هداه الله للإيمان فلا يرشدني إلا للخير. العامل الأول كيكون قريننا، كل واحد عنده قرينه. وقال قرينه: ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. وكين أيضا تسلط أرواح خبيثة على الإنسان. فهناك أم الصبيان تأتي وأنت صغير، وهناك قرين وروح خبيثة تأتي في المراهقة. كين أم الصبيان تأتي الأطفال الصغار وهم صغار، كي يستهلوا بالبكاء، كتلقى الوليد أو البنية الرضيع يبكي 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 يبكي، كيدو عند الطبيب المختص وهو يبكي. ماذا أصابه؟ أصابه أم الصبيان. ويأتي في سن 10 سنوات لإحدى عشر سنة، كيأتي واحد روح خبيثة اختصاصية بالخوف، كدير الخوف للأطفال الصغار حتى إنهم يتبولون في الفراش، التبول لا إرادي. سببه أيضا روح خبيثة تفزع الأطفال الصغار وتؤثر على تحصيلهم العلمي. تجد الطفل الصغير رغم الدراسة ورغم الإنفاق ديال الوالدين ورغم نظام التعليم المتقدم لا يكاد يحصل شيئا، يؤثر على تحصيله العلمي. ويأتي قارين آخر، واحد روح خبيثة كتجي في المراهقة، في المراهقة كتسلط على الإنسان وكتجي بصور ذهنية جنسية،
كيبقى يشوف صور الذهنيه الجنسيه تهجم عليه في 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 نومه وفي يقظته وفي دراسته واثناء طعامه، بل وتاتي حتى في صلاته تهجم عليه صور جنسيه فظيعه كلها من اعاز الشيطان. ثم لما يتزوج وتقع له مشاكل وتقع له هموم واصطدامات وخلافات، تهجم عليه ارواح خبيثه تحاول ان تعذبه وتؤرقه، تؤرقه الارق بالليل. هذا كله ارواح خبيثه شانها انها تتحكم في الانسان عن طريق الوسواس. هذه ما عنده قدره على انها تاتي اليك وتمسك بك وتكسر عظمك ابدا، وانما هي عن بعد تؤثر فيك عن طريق الكلام، الخواطر، كتجيك خواطر. العلاج بسيط، وهو ان الانسان يقرا صباحا ومساء الاخلاص والمعوذتين، يواظب عليها، قل هو الله احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، يقراها 3 مرات او 7 مرات او 11 مرة حسب المشكل اللي عنده وقوة التأثير. يقرأها في الصباح عند شروق الشمس، ويقرأها في المساء عند غروب الشمس أو عند النوم. اقرأي لابنتي هذه الآيات الإخلاص والمعوذتين إما 3 مرات إما 7 مرات وإما 11 مرة في الصباح والمساء. ثم أكثري من قولك لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله معناها لا تحول من حال إلى حال إلا بقوة دافعة من عند الله. ثم هذه الأيام المعظمة اللي هي 10 الأواخر من رمضان أكثري فيها من السجود، وقولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، وأكثري من الاستغفار، لأن قال صلى الله عليه وسلم من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب، الرزق الوفير والخير الكثير والصحة والعافية وانشراح الصدر ونور القلوب. الاستغفار مهم، فاللهم يا رب العالمين إننا نستغفرك ونتوب إليك من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، سبحانك لا إله إلا أنت، اغفر لنا ذنوبنا كلها جميعا فإنه لا يغفر الذنوب كلها جميعا إلا أنت. نكثر من دعاء ذي النون، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، اللهم اهدنا من عندك، اللهم افض علينا من فضلك، وانشر علينا من رحمتك، وأنزل علينا من بركاتك. اللهم يا رب نسألك عافيتك في أمورنا كلها، ونعوذ بك من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، ونعوذ بوجهك الكريم وعزتك التي لا ترام وقدرتك التي لا يمتنع منها شيء من شر الدنيا والآخرة ومن شر الأوجاع كلها ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها ومن شر وساوس إبليس والشياطين وأن يحضرون. إن ربي على صراط مستقيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. توكلنا على الحي الذي لا يموت، توكلنا على الحي الذي لا يموت، والحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.